أسألك، شايف يعني تقييمك ايه لأول مباراتين في الدوري؟ كانت أمام بيراميدز طبعا المباراة الأولى، وبعد كده المقاولين العرب. تقييمك ايه، أو يعني وجهة نظرك الفنية؟ خلينا نتكلم على اول مباراه اللي هي بيراميدز. احنا كبدايه يمكن الشوط الاولاني كنا فرقه جامده قوي، وكنا مستحوذين طول ال 45 دقيقه الشوط الاولاني، واحرزنا هدف، وكان ممكن نحرز اكتر من هدف لولا الحظ برضو متعثر معانا في بيراميدز وفي المقاولين. بس التراجع الغير مبرر الشوط الثاني سواء في بيراميدز برضو والمقاولين في تراجع غير طبيعي. الشوط الثاني في بيراميدز مش عارف، يمكن الناحية البدنية أثرت أو ما أثر. احنا بداية موسم يعني، فأعتقد إن احنا خدنا فترة راحة بعد انتهاء الدوري، خدنا فترة راحة طويلة. أعتقد إنه لسه الناحية البدنية مش جاهزين، بدليل انه احنا بنلعب الشوط الاولاني كويسين جدا، وفي الشوط ونص الثاني الشوط يمكن الثاني شوية مثلا بيقل. ثبات التشكيل ده اولا بيخلي الفرقه المعدل البدني والناحيه البدنيه والاستمراريه في المباراه معدلاتها بتبقى كويسه جدا لسه بالنسبه للعيبه اللي بتلعب. ثانيا بيدي احاء للجماهير والجهاز الفني ان هم دول بيطبقوا طريقه اللعب او خطه اللعب اللي مع الجهاز الفني اللي بيعملها للعيبه، وبينجحوه وهو بينجحهم برضو في من خلال فكره. فاعتقد مستر اوسيريو لازم الفتره اللي جايه يثبت التشكيل، يعني عشان احنا كمان كجماهير نادي الزمالك وكأبناء نادي الزمالك واحنا متابعين لنادي الزمالك، يعني ما بنعرفش مين اللي هيلعب في الماتش الجاي. يعني فاحنا محتاجين ثبات تشكيل. كل الكلام ده يعني هنتكلم فيه مع حضرتك واحنا اكيد.